ملف كأس العالم 2026 تصريحات للسعودي تركي آل الشيخ تغضب الكثيرين. تركي آل الشيخ هذا عنده تصريحات أخيرا أزعجت الحقيقة في أكثر من اتجاه. نشر رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ تغريدة جديدة على حسابه في تويتر حول ملف ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 تلمح إلى إمكانية عدم دعم السعودية للملف المغربي. في مشكلة، السعودية لا تريد أن تعطي لأحد أن يبدع، غيرانة ومليانة حقد الآن من قطر، و2026 لا تريد حتى أن تصوت للمغرب. على فكرة بعض العرب، هذا هو المرض، نحن مستعدين أن نفرح مع الأجنبي الغربي، نصوت له ونضحك معاه ونعطيه تمويل أيضا، لكن أن ندعم بعضنا ونفرح مع بعضنا لا. يا أخي هذا منطق ديني وشعور ديني إسلامي؟ لا والله، كم بعدنا عن ديننا في العمق. طبعا كتب تركي آل الشيخ، أيها السادة، ماذا كتب بالضبط؟ لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026. هو لازم يطلبوا منك؟ هم إخوانك يا رجل، بدون ما يطلبوا تدعمهم. لا لا لا، السيد يريد أن يدعم آخرين. ركزوا معي على مهلكم شوي. وفي حال طلب منا، شوفوا اللغة، سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا. منطق ترامب، ركزوا يا جماعة، هؤلاء عيال ترامب، هذه سياسة ترامب وأبناء ترامب، مربيهم على كيفه. وأضاف المسؤول السعودي، اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا. ما شاء الله عليك يا روح قلبي، ما شاء الله عليك. لا، وأضاف أكثر توضيح حتى تكون الصورة واضحة لأهل المغرب، لا تعولوا على صوت السعودية. ماذا قال؟ خلوا الدويلة أو الدويلة تنفعكم. عارفين موقف المغرب من الأزمة الخليجية؟ المغرب آثر أن يكون مثل تونس ومثل العديد من الدول، نحن إخوة جميعا، فلا نقف لا مع هذا ولا مع هذا ونحاول إصلاح. هذا جرم المغرب. الآن يريد آل الشيخ أن يعاقب المغرب، خلوا الدويلة يعني تصغير للدولة، خلوا قطر تنفعكم بصيغة أخرى، خليها تكون واضحة. يا أخي هذا منطق عربي رسمي؟ هذا منطق والله العظيم أكرمكم الله، منطق مزارع يعني لا أريد أن أنزل بمستوى هذا الخطاب الحقيقة. في المقهى وما تلقى هذا المنطق، هذا منطق دبلوماسي عربي أخوي استراتيجي، يعني تعاون ودم واحد وتاريخ واحد وجغرافيا واحدة ومستقبل واحد. الخطاب هذا في المقهى وفي الخمارات وفي المزابل أكرمكم الله لا تجدونه. الناس في المزابل أرقى من هذا المستوى، رجل الشارع أرقى مليون مرة من هذا المنطق. لكن بعض الدول العربية تجاوز ذلك. هذا هو حال الأمة. ليش احنا ما الآن نعاني من هذه المستويات؟ طيب، الصراحة هذه لا تجدوها إلا في الرأي الحر، هذه حقيقة ولا نبدأ إذا